أهلا بكم إلى أخبار الكومبس. ناشطون عراقيون في السويد يدعون لحملة لجمع التوقيع عبر الإنترنت من أجل حث مصلحة الهجرة السويدية على إعادة النظر في تقييمها للأوضاع في العراق وتسوية ملفات عدة آلاف من طالبي اللجوء عن طريق منحهم الإقامة. هذه الحملة تأتي مشاهدين قبل أيام قليلة من بدء اعتصام لنفس الهدف وسط العاصمة ستوكهولم يومي الأحد والاثنين القادمين، وقد انضم حوالي 4300 شخص إلى الصفحة على الفيسبوك، وهي صفحة تحمل اسم تجمع العراقيين للاعتصام في السويد من أجل جمع المؤيدين لهذه الحملة. ودائما في أخبار اللجوء، دراسة بحثية جديدة صادرة عن الصليب الأحمر السويدي تذكر أن مشاكل كبيرة في الصحة النفسية يعاني منها الوافدون الجدد أو اللاجئون، وبالأخص القادمين من سوريا. ووفقا للدراسة، فإن شخصا واحدا بين كل 3 أشخاص من السوريين الوافدين الجدد يعانون من الاكتئاب أو القلق، وعدد آخر مماثل أظهروا أعراضا نفسية تتوافق مع اضطرابات ما بعد الصدمة. وبحسب الصليب الأحمر، فإن إجابات الأسئلة التي طرحت عليهم أظهرت وجود حاجة واضحة للعمل في مجال الصحة النفسية والعقلية بين اللاجئين، ليس أقل لما يشكله ذلك من عائق أمام نجاح الشخص في الاندماج بالمجتمع الجديد. وشرطة الحدود السويدية تطلب من شركات السكن في إحدى المناطق السويدية بالتحديد بليكنينغ تزويدها بالمعلومات عن الأشخاص الذين يقومون في السويد بشكل غير قانوني، ومنهم طالبي اللجوء الذين حصلوا على قرارات رفض من مصلحة الهجرة بخصوص حصولهم على الإقامة والعيش في السويد، وأغلبهم يعيشون في شقق عائدة لشركات سكن متعددة. المتحدثة باسم الشرطة إيفا قالت إن الأمر يتعلق بقرار سياسي على الشرطة تنفيذه، مشيرة إلى أن الموقف قد يكون صعب وقد يضطر الشرطة أحيانا إلى اتباع أساليب غريبة بعض الشيء. ورئيس الحكومة السويدية ستيفن لوفين يدعو شركاء سوق العمل لبدء أولى المناقشات حول كيفية تطوير سياسات العمل واستخدام العمالة التي تتمتع بالمؤهلات المطلوبة إلى المملكة السويدية. وتقدر حاجة البلاد إلى العمالة المؤهلة وفقا لمتطلبات سوق العمل تقدر بالوقت الحالي بنحو 100,000 وظيفة شاغلة. وفي هذه الحالة يكون على الحكومة السويدية تقديم تسهيلات لأصحاب العمل من أجل حصولهم على الأشخاص الذين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة، وأن يتم شغل تلك الوظائف بشكل سريع. شرطة ستوكهولم تطلب من السائقين في المدينة عدم الخروج بسياراتهم، فوفقا لمصلحة المرور فإن الوضع المروري في مقاطعة ستوكهولم بشكل عام لا زال صعبا، إذ أن هناك العديد من الشاحنات العالقة في الثلج تسد الطرقات، وقد تأثرت العديد من الطرق الأكثر أهمية في حركة المرور حول وفي قلب العاصمة بسوء الأحوال الجوية، ما تسبب بخلق ازدحامات كبيرة خلال ساعات الذروة الصباحية وكذلك بعد خروجهم من الوظائف. وقد وصلت سماكة الثلوج في ستوكهولم إلى 39 سنتيمتر، هي الأعلى منذ 111 عاما. في أخبارنا الدولية، تحقيقات الشرطة الألمانية مع معتقل سوري يشتبه بانتمائه إلى داعش تظهر أن المتهم كان يستطلع مؤسسات ومواقع حيوية سياسية وسياحية ألمانية في برلين. ووفقا للشرطة، فإن المتهم الذي لخصت اسمه بشعث 19 عاما كان يرصد ويستطلع بتكليف من تنظيم الدولة الإسلامية داعش مبنى البرلمان الألماني في برلين والمنطقة المحيطة به، وكذلك بوابة برينبورغ الشهيرة وميدان الإسكندر التجاري والسياحي المكتظين عادة بالناس كأهداف محتملة لتنفيذ تفجيرات إرهابية. وتركز اهتمام الشاب السوري بدرجة أساسية على معرفة عدد حافلات النقل وحجم الجمهور الموجودة في هذه الأماكن وفي كل الأوقات. وفي الختام، مشاهدينا، إليكم جانب من مشاركة متابعينا على الفيسبوك بصور التقطوها للثلج في بعض المدن السويدية.
نهاية النشرة، إلى اللقاء.